ينضم إلينا الآن القامشلي مراسلنا هجار السيد. هجار، أهلا بك معنا، دعنا نتابع معك آخر التطورات ومنها ما يتعلق بالشمال السوري. نعم، كما ترون أنا الآن في حقل آخر تابع لحقل العودة الرئيسي الذي ينتج نحو 8000 برميل، وهو قريب عن حقل قرداهول في الريف التربسبية أو القحطانية. كما ترون هذا هو حقل محركان تابع لحقل عودة الرئيسي. كما ترون الآبار خارجة عن الخدمة بشكل كامل، إذا كان المصور يساعدني في الوصول إلى هذه الآبار. هنا أربع آبار، ثلاث آبار منها خرجت عن الخدمة بشكل كامل، بينما الأخريات فقط توقفت، وهي هذه الآبار كانت تجتمع في حقل قرداهول بريف القحطانية. هذه هي آثار الضربات المسيرات التركية على هذا الموقع. هو حقل محركان تابع لحقل عودة النفطي، كما ترون تم استهدافها بمسيرات تركية. هذه هي إحدى الآبار، لننتقل إلى الآخر. أيضا تم استهداف بئر آخر هنا ليلة البارحة في تمام الساعة 11 مساء حتى الساعة 5 فجرا، تم استهداف ضواحي مدينة التربسبية القحطانية بشكل كامل، سبع مواقع مختلفة. هذا هو الحقل محركان، وأيضا تم استهداف حقل قرداهول أيضا في ريف القحطانية، وحقل السعيدة الذي لم نستطع الوصول إليه، وهو يعتبر أيضا حقل رئيسي ولكن هو على الحدود التركية السورية، لذلك لم نستطع الوصول إليه. وبحسب الخبراء بأن هذه حقل السعيدة كانت تؤدي نحو 15 قرية بالكهرباء، خرجت عن الخدمة بشكل كامل، بينما حقل عودة بحسب المهندسين الذين التقينا بهم قبل قليل أكدوا بأن حقل عودة والذي يضم حقل محركان وقرداهول وبعض الحقول الأخرى والذي ينتج نحو 8000 برميل يوميا خرجت عن الخدمة بشكل كامل ويحتاج لأشهر للعودة للعمل مرة أخرى. إذا كان هنا نتساءل هجار، يعني هل هي من ضمن الأهداف التركية؟ لماذا يتم استهداف حقول النفط؟ منذ ليلة البارحة في تمام الساعة 11 حتى 5 فجرا تم استهداف سبع حقول نفطية وأيضا محطة تحويل الكهرباء في مدينة القحطانية وحدها، أي نستطيع القول أن أغلب الحقول النفطية حقل عودة الرئيسي وأيضا حقل سعيدة الرئيسي تم الخروج عن الخدمة بشكل كامل نتيجة الضربات. وبحسب الأهالي بأن تم استخدام الطائرات الحربية التركية قبل قليل، شاهدنا آثار القصف، وبحسب الأهالي بأنها آثار القصف الطائرات الحربية. تم استهداف حقل قرداهول لست مرات متتالية خلال أقل من ساعة، بينما حقل محركان فقد خرجت ثلاث آبار نفطية عن الخدمة نتيجة تعرضها لبعض الضربات من قبل المسيرات التركية. محطة تحويل الكهرباء خرجت عن الخدمة ليلة البارحة، وكان هناك تخوف لدى الأهالي في مدينة القحطانية بشكل كبير، وكان أيضا هناك خروج لبعض الأهالي من المناطق والمؤسسات المدنية التابعة للإدارة الذاتية، نزحوا إلى مناطق بعيدة عن هذه المؤسسات وخاصة العسكرية، لأن مدينة القحطانية هي الأكثر مدينة تعرضا للقصف منذ ليلة البارحة. حتى هذه اللحظة هناك نسمع ما بين الفينة والأخرى أصوات المسيرات التركية تحوم فوق سماء مدينة القحطانية. هذه المنطقة تركز فيها القصف التركي لأنها تحتوي على حقلين هما مهمين جدا، حقل عودة النفطي وحقل سعيدة، والاثنين خرجا عن الخدمة بشكل
كامل بحسب المهندسين. بالنسبة للمناطق الأخرى فقد تعرضت منذ ليلة البارحة كل المناطق في شمال شرقي سوريا، نستطيع القول أغلبها تعرضت لقصف من قبل المسيرات التركية، بدءا من المالكية حيث استهدفت منطقة سيغركا وهي أرض حقل نفطي وتقل بقل، أيضا هو حقل نفطي تعرض للقصف ليلة البارحة في تمام حوالي الساعة 12 فجرا. أيضا كان هناك قصف على مدينة القامشلي في ثلاث مواقع مختلفة، محطة تحويل الكهرباء وأيضا مبنى العلاف، وكانت هناك نقطة استهدفت قوات سوريا الديمقراطية. كان هناك استهداف لمدينة عمودة، القحطانية، رميلان، كوباني، منبج وحتى تلتمر، وبحسب المعلومات الإحصائيات الأخيرة وصل عدد القتلى إلى نحو 12، أكثر أغلبهم هم من عمال مدنيين كانوا يعملون في مواد البناء. وأيضا كان هناك قتلى من قوات سوريا الديمقراطية، وبحسب الإحصائيات فقد قتل في مدينة الحسكة 2 من عناصر قوات سوريا الديمقراطية في منطقة المشيرفة الواقعة في الواقع بالقرب من استراحة الوزير والذي يضم قاعدة للتحالف الدولي. وأيضا كان هناك استهداف لبلدة عمودة وبالتحديد في قرية تل حبش، وبحسب قوات الأمن الداخلي كان هناك كأننا نسمع صوت مسيرة، لا نستطيع تأكيدها إذا كانت مسيرة هوايها واجروة، إذا كانت مسيرة أم لا نستطيع التأكد لأنها بعيدة جدا، ولكن نسمع أصوات فوق سماء مدينة القحطانية. بالنسبة لبلدة عمودة وبالتحديد في تل حبش، أكدت قوات الأمن الداخلي أنهم فقدوا 6 عناصر لهم في الاستهداف الأخير الذي ضرب ريف العمودة، وأيضا تم استهداف محطة الكهرباء في مدينة عمودة، ويعيش الأهالي منذ ليلة البارحة في مدينة القامشلي وعمودة والقحطانية ورميلان وحتى المالكية يعيشون في الظلام بعد استهداف أغلب المحطات تحويل الكهرباء في هذه المناطق. وأيضا نستطيع القول بأن حقول النفطية المتواجدة في كل من رميلان والمالكية والقحطانية خرجت بشكل كامل عن الخدمة. إذا كان المصور في الوصول إلى تلك النقطة كما ترون هناك دخان متصاعد، لا يزال أعمدة الدخان تتصاعد منذ ليلة البارحة بعد استهدافها من قبل المسيرات التركية. نستطيع القول بأن ريف القحطانية تشهد تصاعد لأعمدة الدخان، وأيضا في الجهة الشرقية إذا كان المصور يساعدني كان هناك أيضا ضربة من قبل المسيرات التركية في الجهة الشرقية من منطقة القحطانية. أغلب الحقول نحو 7 نقاط مواقع مختلفة من حقول النفط المنشآت النفطية التابعة لمنطقة القحطانية تعرضت للقصف بشكل كلي، وبحسب المهندسين يحتاجون لأشهر لعودة هذه الحقول للعمل مرة أخرى. في هذا الحقل وحده مع حقل محركان التابع لحقل عودة 3 آبار خرجت عن الخدمة بشكل كامل، بينما توقفت الأخريات كما ترون أعمدة الدخان تتصاعد من الجهة الشرقية. هناك أعمدة دخان يوجد فيها حقل نفطي، بعض آبار النفط، وأيضا في الجهة الجنوبية من مدينة القحطانية نرى بأن هناك تصاعد لأعمدة الدخان، وقبل قليل كان هناك سيارات الإطفاء تتوجه إلى تلك النقطة. بالنسبة لحقل سعيدة والذي يعتبر من الحقول الرئيسية في هذه المنطقة لم نستطع الوصول إليها لأنها تقع على الحدود التركية السورية، لذلك لم نستطع الوصول إليها، وبحسب المعلومات أنها تم تدميره بشكل كامل. شكرا لك مراسلنا هجار السيد، كان معنا من القامشلي.